بونجور اتوس، مرحبا بكم في قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندير معكم لا باج 88 ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5e année de l'enseignement primaire، أو بالضبط لاكتيفيتي دو ليكسيك ايفالواسيون اي ريميدياسيون فيت اي كوتوم لونيتي 3 سيمين 15 توجور. يعني غادي نديرو الأسبوع الخامس من الوحدة الثالثة اللي هي الخاصة بالأعياد أو بالاحتفالات والتقاليد إلى غير ذلك. دونك أجوردوي غادي نديرو ليفالواسيون إي روميدياسيون، التقويم والمعالجة ديال لاكتيفيتي دو ليكسيك. داكوغ، بور أوبجيكتيف الأهداف ديال هاد الدرس سي أوتيليزي أن ليكسيك تيماتيك إي روكونيتر لي فامي دو مو. هادو هما جوج ديال الأهداف درسناهم في هاد لونيتي 3. الدرس الأول كان أوتيليزي أن تكست تيماتيك ديال فيت إي كوتوم، والدرس الثاني سي روكونيتر لي فامي دو مو، يعني تعرف لي فامي عائله الكلمات. دونك نبداو بالدراسه ديال لي زاكتيفيتي ديفالواسيون. اون فا كومونسي بار جو ميفالو. لا بروميير كيسيون بار لي مو كي سو رابورت بار او تيم دي فيت. دابا غادي ندور على الكلمات كي نو سو رابورت با او تيم دي فيت، يعني اللي ما كيتعلقوش بالاحتفالات ولا بالاعياد. داكوغ، دونك اول حاجه نبداو نقراو هاد الكلمات. ان مارياج، ان لابان، les musiciens, un baptême, une trompette, le docteur, l'orchestre, une maison, une chanteuse, Ashura, Eid al-Adha, une fleuve. Donc, une belle kalimat li la alaqat alaha bla fête, qui n'a un lapin. D'accord? Kain, le docteur. Kain, une maison. Kain, un fleuve. كاين ان فلو. هادو هما اربعه الكلمات اللي لا علاقه لها بلا فيت. داكوغ، ما عندهاش علاقه بلا فيت. داكوغ، بالاحتفالات ولا الاعياد. فهم، نشوفوا لا دوزيام كاستيون. دونك لا دوزيام كاستيون سي اكري لو نوم دو دو فيت فاميليال اي لو نوم دو دو فيت ريليجيوز، يعني احتفالين او عيدين هي اعياد اللي هي عائليه واعياد دينيه. داكوغ، كتبوا بعدا فيت فاميليال، اللي هي أعياد عائلية. داكوغ، أعياد عائلية. وهنا غنكتبو فات، فات اللي هما ريليجيوز، أعياد دينية. نبداو بأعياد دينية، عندنا بزاف. دونك عيد الأضحى، عيد الأضحى هذه الأولى، والثانية سعيد الفطر. داكوغ، عيد الفطر. داكوغ، نشوفو مانتونو الأعياد العائلية. أول حاجة نديرو أسبوع با تام. تاني حاجة نديرو مارياج، مارياج اللي هو العرس. داكوغ، لو مارياج. ممكن نديرو لانيفرسير، ممكن نديرو بزاف د الحاجات. دونك هنا جوج ديال الأعياد ولا جوج ديال الاحتفالات عائلية، وهنايا جوج ديال الأعياد أو الاحتفالات دينية. داكوغ، شوفو لا تخوازيام كاستيون. تخوازيام كاستيون سي أون تور لو راديكال دو شاك ليست دو مو. دونك غادي ندور على ماذا؟ غادي ندور على لو راديكال. ديجا قلتلكم الراديكال هو ماذا؟ الراديكال هو مثلا عندي بزاف ديال الكلمات كيتشاركو في داك لو راديكال، يعني واحد مجموعة ديال لي لاتر كيتشاركو فيها. داكوغ، مثلا هنايا هاد السيري هادي أ مارياج، سو ماري، marié. Je n'ai pas le radical. Donc là, M A R I, M A R I, M A R I. Donc le radical, ouais. D'abord le radical, d'accord. Donc quand vous lui faites ce de voir aller le radical. Je chauffe aussi B. Fête, fêter, fêtard. Donc le radical, ouais, d'accord. Ou bien non, non, non. Donc on aura jusqu'à T. Jusqu'à T. D'abord le radical. Siri C, décoré, décorateur, décoration. Chauffe. D-E-C-O. D-E-C-O. D-E-C-O-R. T-R d'Achle. D'accord? T-R d'Achle. Donc elle a quand même le radical. D'accord? Elle a quand même le radical.
نشوفوا لا كاستيون 4. اكري بور شاك فيرب دو مو دو لا ميم فامي. غادي نكتب لكل فيرب اللي كل فعل غادي نكتب له جوج ديال الكلمات من نفس لا فامي ديالو، يعني من عائلات الكلمات ديالو. داكور، يعني شنو غادي خصهم يكون عندهم؟ خصهم يكون عندهم لو ميم راديكال. دونك هنايا عندي ابيتي، عندي شارجي، وعندي سابيي. دونك غنبدا بابيتي. اول حاجه غادي نكتب باغ اكزومبل ابيتاسيون. Habitation. D'accord? Alors, les juger le kalimat. Kalimat tania. Habiteur. Habiteur. Les habiteurs. D'accord? Hnaya, chargé. Dire chargement. Dire chargeur. D'accord? Chargeur. Hnaya, radin dire habillement. Donc, habillement. Dire habillé. Habillé. Donc, Douma, juste j'ai le kalimat, fnefs, la famille, d'y aller, les verbes. D'accord? On a une habitation, habiteur. Fnefs, d'y aller, habiter. On a un chargement, chargeur. Chargé, c'est habillement. Et habillé, c'est s'habiller. D'abord, je consolide mes acquis. Je consolide mes acquis. Donc, je consolide mes acquis. 5. Entoure le radical de chaque liste de mots. Donc, les 15 sont très bien. Donc, le radical, d'accord. Donc, on a la série A. On a classé, classeur, classement ou classe. Les moucharaks, bien sûr, c'est le radical. Les moucharaks, c'est un E. D'accord. Classe, comme ça, un E. هنايا حتى ال او، هنا كذلك حتى ال او، داكوغ، وهذه كاملة، داكوغ كلاس، دونك هادوما شنو كيتسماو لي مو دو لا ميم فامي، أو بيان لي فامي دو مو، بي كونسيرفري، كونسيرفاتور، كونسيرفي، كونسيرفاسيون، دونك هنايا عاوتاني كلمات في نفس العائلة عندها لو ميم راديكال، حتى نكونسيرف، حتى هنا، حتى الفي، هاي. تلفيها D'accord, c'est le radical qui s'appelle le radical. C'est fonctionnaire, fonction, fonctionnel. Donc là, il y a le n l'oulia. D'accord, il y a le n l'oulia. Ou le radical, le radical. هذا هو لو راديكال كنسميوه لو راديكال ديال هاد لي مو هادو دو لا ميم فامي داكوغ نشوفو لا كيسيون 6 مانتونون تروف 5 مو سو رابورتون او تيم دو مون دو ليكول دونك هنايا كيقول لك كتب خمسة ديال الكلمات اللي عندها علاقة بلو مون دو ليكول يعني ماشي لي مو دو لا ميم فامي لا خمسة ديال الكلمات عندها علاقة بلو مون يعني عالم المدرسة داكوغ نديرو الكلمة الأولى نديرو ايكوليي ايكوليي اللي هو C'est un élève. Ndiro maintenant classe. La classe. Ndiro par exemple tableau. Tableau. Ndiro par exemple trousse. La trousse. Et la dernière. Ndiro par exemple stylo. Stylo. D'accord. Par exemple professeur. Professeur. Donc, هادو هما الكلمات اللي عندهم علاقه بلو تيم ديال لو مون دو ليكول داكوغ نشوفو مانتونون لا غري دوتو ايفالواسيون دونك جي تروفي لي مو كي نو سو رابورتو با او تيم دو فيت وي جي اكري لي مو دو لا ميم فامي وي جي تروفي لو راديكال دو بليزيور مو وي جي اكري دي نون دو فيت فاميليال اي لي نون دو فيت ريليجيوز وي دونك هادشي اللي كان عندي في لاباج 88 من الكتاب المدرسي للمتعلم والمتعلمه ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5 اني دو لونسينيومون بريمير كنتمنى نكون خفيف على قلوبكم وتكونوا ان شاء الله كتستافدوا معايا في قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري الفيديو القادم ان شاء الله غادي ندير معكم لاباج 89 اللي عندها علاقه بسمان ديفالواسيون الاسبوع ديال التقويم والدعم ديال يونيتي 3 فيت اي كوتوم كنتمنى لكم كل التوفيق والنجاح كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته